طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قدومنا من فحص الكورونا من المستشفى مع الأعراض الجديدة، الله المستعان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلام والعافية. لكن مجرد يا جماعة الخير ما يكون الإنسان يلاحظ الخيارات أنه يكون عنده كورونا، هذا يخلي الإنسان يراجع نفسه، يراجع المعذرة، يراجع كثير من الأولويات التي هو قائم بها. يعني صحيح أن الكورونا لكثير من الناس يعني يتجاوزونها الحمد لله بدون أي يعني أعراض مزعجة كثيرا، أو حتى إذا كانت هناك أعراض مزعجة يعني يخرجون منها بسلامة، فالحمد لله رب العالمين. ولكن تبقى هناك احتمالية أن الإنسان يكون في خطر، فلذلك فهي فرصة جيدة أن يفكر الإنسان. صحيح نعم يعني الإنسان يتوقع الخير إن شاء الله ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لكنها فرصة جيدة لمحاسبة الناس. فصراحة يأتي السؤال، أنت إيش بتسوي قاعد؟ إيش بتسوي في الحياة يعني؟ هل تقوم بما هو مطلوب منك يعني كأولوية؟ هل أنت قائم بدورك بالشكل المناسب؟ طبعا ما في نحن لا نريد أن نتوهم الكمال، قائم بكل ما هو مطلوب منك، لكن على الأقل إن الموضوع أنك يعني تقوم بهذا، يعني تحاول تجتهد كذا هكذا. طيب إذا لم يكن كذلك، سبحان الله، فتأتي هذه الأقدار لتذكرك، كغيرها من الأقدار الكثيرة التي تأتي تذكرك. وأصلاً الكيس والسعيد من اتعظ بغيره، لا ينتظر الموعظة تأتيه من نفسه، لكن أحيانا تأتيك من يعني تنتظر عبما تأتيك من نفسك عشان تتعظ فيها. وليتك تتعظ. فسبحان الله، لما كان هناك مجرد احتمالية أن يكون هذا صحيح، الآن بغض النظر كيف وصلنا لأن نوصل لكورونا، بس الفكرة الآن الإنسان يراجع. طيب هل قدمت ما ينبغي؟ أقصد شو ما ينبغي؟ ليس للبشرية ولا لنفسك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل قدمت ما ترضى أن تلقى به وجه الله سبحانه وتعالى في صحيفة أعمالك يعني؟ طبعا ما في إنسان ستكون صحيفة أعماله مرضية له طبعا، لأنه أنت مهما تفعل يعني لن توفي الله قدره سبحانه وتعالى، لكن على الأقل تجتهد يعني. تجتهد، كان معك وقت تفعل كذا أو كذا فاخترت كذا لأنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كان معك جهد تفعل كذا أو كذا اخترت كذا لأنه أحب إلى الله سبحانه وتعالى، كان عندك قدرات عديدة سخرتها لتتقرب من الله سبحانه وتعالى، لتتقرب من محبة الله سبحانه وتعالى، لتقرب من رضوان الله سبحانه وتعالى، لتتعرض لنفحات الرحمة. طيب يعني طبعا بده مراجعة، شو بتسوي قاعد بتضيع وقتك في أشياء كثيرة حتى لو كانت اسمها أشياء دعوية؟ ترى هاي مخادعة حلوة، اللي هي شغال أشياء دعوية. ما شاء الله. إيش يعني أشياء دعوية؟ أنا هاي مزعجة، لكن لأنه إيش يعني أشياء دعوية؟ مجهول، والله مشغول بالدعوة إلى الله وكذا، ممتاز. وطبعا هذا أثره على صلاتك، كيف سرحان في الصلاة مشغول في الأشياء الدعوية، إقامة الأمة ما شاء الله، يعني عسى أن يتوب الله عليك إن شاء الله من هذا الذي تفعل، ويكون يعني شيء من أن يتقبل هذا العمل الآخر لعله يعوض عن شيء من تقصيرك، لكن ما بزبط، بدك ترتب أولوياتك يا حبيبي. قرآنك شو صار وضعه؟ قرآن شو؟ الأخوة في الله، الأمر معروف أنها المنكر، كيف يعني؟ طيب راح يظل مزعج. طيب بس سبحان الله، فيعني احنا على كل حال ننتظر النتيجة ونرى ماذا سيحصل بعدين. انا ما بقدر اضل مطول سواليف لان ذلك يتعب الحلقة، ولكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نسأل الله عز وجل السلام والعافية والستر في الدنيا والآخرة.